تخيلوا أن سماء مدينة كاملة تتحول إلى لوحة فنية متحركة تدخل موسوعة جينيس بآلاف النقاط الضوئية. لكن كيف يحدث ذلك؟ قصتنا اليوم يا سادة تدور حول عرض مذهل للطائرات بدون طيار في الصين، حيث شهدت سماء حديقة خليج شينشان مشهداً غير مسبوق. أطلقت 10,197 طائرة درون لتحلق بتناغم تام، مشكلة لوحات فنية متحركة في السماء. هذا العرض المبهر حطم رقمين قياسيين عالميين، الأول لأكبر عدد من الطائرات بدون طيار تحلق في وقت واحد تحت تحكم حاسوب واحد، والثاني لأكبر صورة جوية تم إنشاؤها بواسطة درونز. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، استمر العرض لمدة أسبوع كامل، حيث أضاءت أكثر من 10,000 طائرة درون سماء 5 مناطق في تشينشن كل ليلة. وكأن هذا لم يكن كافيا، فقد تبع عرض درونز ما أطلقوا عليه الألعاب النارية السبرانية، وهو مزيج مبتكر من الضوء والتكنولوجيا. هذا التقدم التكنولوجي يؤكد ريادة الصين عالميا في مجال العروض الجوية، مقدمة لمسة مستقبلية على تراثها التقليدي في الألعاب النارية. جدير بالذكر أن هذا العرض المذهل جاء بعد عرض آخر حطم الأرقام القياسية في 3 سبتمبر، حيث أضاءت 7,598 درون سماء مقاطعة جلن، مسجلة رقما قياسيا عالميا آخر. والآن إذا أتيحت لك الفرصة لتصميم عرض طائرات درون خاص بك، فما هي الصورة أو الرسالة التي ستختار عرضها في السماء ولماذا؟